طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الدرس الثاني من دروس الجغرافيا، بتكلم عن المعادن ومصادر الطاقة الموجودة عندي في الوطن العربي. نبدأ بأول حاجة عندي المعادن. المعادن طبعا كتير جدا، أهمهم الحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك. عندي نبدأ بأول حاجة عندي وهي المعادن. أول معدن عندي معدن الحديد. الحديد أهميته إن هو بيخش في العديد من الصناعات زي صناعة حديد التسليح والسيارات والآلات. من أهم الدول العربية المنتجة للحديد موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. تاني معدن عندي وهو المنجنيز، بخش فيه مواد الطلاء والصلب. أهم الدول العربية المنتجة للمعدن ده وهي المغرب ومصر والجزائر. تالت معدن عندي وهو النحاس، بخش في صناعات كتيرة جدا، أهمها صناعة أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. عند أهم الدول العربية المنتجة ليها هو المغرب وعمان والجزائر. عندي بعد كده الرصاص والزنك، بخش في صناعات كتيرة أهمها صناعة البطاريات والسبائك وأسلاك الكهرباء. أهم الدول العربية المنتجة ليه هي المغرب وتونس والجزائر. عندي بعد كده الصخور الاقتصادية، أهمها الفوسفات، بخش في العديد من الصناعات، أهمها صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. أهم الدول العربية المنتجة للفوسفات المغرب والأردن ومصر وتونس وسوريا. عندي بعد كده الكبريت، بخش في صناعات الكيميائية، وأهم الدول العربية المنتجة ليه هي العراق والجزائر وسوريا. عندي الفوسفات مهم جدا، ليه؟ قلنا عشان بخش في صناعات كتيرة جدا زي ما قلنا الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. غير كده إن الوطن العربي بيمتلك 33% من الإنتاج العالمي وبيمتلك 40% من الاحتياطي. عندي ملحوظة مهمة عن الكبريت، الكبريت ده ممكن موجود منفرد، يعني موجود لوحده، أو موجود مختلط بالغاز أو الحديد. عندي بعد كده مصادر الطاقة قسمين، مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة. نبدأ بمصادر الطاقة الغير متجددة وهي بتضم البترول والغاز الطبيعي والفحم. أما مصادر الطاقة المتجددة بتضم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. نبدأ بأول مصدر مصادر الطاقة وهي الطاقة الغير متجددة، البترول. قلنا البترول ده من أهم مصادر الطاقة وبيدور عليه حركة الحياة، وطبعا البترول ده تم استخدامه في حرب أكتوبر 1973 كوسيلة ضغط على الدول المساندة لإسرائيل. طب إيه هي أهمية البترول؟ قلنا البترول يستخدم في تشغيل وإدارة المصانع ووسائل النقل، ويستخرج مشتقات البترول حاجات كتيرة جدا، أهمها السولار والبنزين. والبترول بيخش في العديد من الصناعات زي الصناعات الكيماويات وصناعه الايه الالياف الصناعيه. كمان يعتبر البترول ده مصدر العديد من الدخل في الدول العربيه، خصوصا دول الخليج العربي. قلنا الوطن العربي بينتج 28% من الانتاج العالمي، تعتبر السعوديه هي اكبر دول العربيه انتاجا للبترول، وبيمتلك 60% من الاحتياط بالنسبه للايه للبترول. عندي بعد كده الغاز الطبيعي، أهمية الغاز إن هو أقل التلوث للبيئة وإن هو سهل النقل ورخيص السعر. الوطن العربي بينتج حوالي 14% من الإنتاج العالمي وبيمتلك 30% من الاحتياطي. قلنا في الوطن العربي الفترة الأخيرة زاد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي بسبب تقدم وسائل تكنولوجيا تسييل الغاز وتزايد الطلب عليه. من أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي هي دولة السعودية والجزائر ومصر وقطر. عندي بعد كده الفحم، قلنا من أهم الدول العربية إنتاجا للفحم هي دولة المغرب ومصر والجزائر. عندي بعد كده مصادر الطاقة المتجددة، قلنا في الفترة الأخيرة بدأ العالم بيتجه للطاقة المتجددة عشان هي تكلفتها ايه او متوفرة في العديد من الدول وان هي غير ملوثة للبيئة. عندي من ضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الايه الرياح، طبعا هي بتساهم بنسبة قليلة جدا. عندي بعد كده الطاقة الكهربائية او الطاقة الكهربائية المولدة من المياه، قلنا الوطن العربي بيسهم 1.5% من الطاقة في العالم من الطاقة الكهربائية. طبعا الطاقة الكهرومائية دي متركز في العديد من الدول، أهمهم مصر والسودان والعراق والمغرب، طبعا بسبب وجود الأنهار. وشكرا.